أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بإنجازات مبادرة حياة كريمة وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في قرية الأبعدية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة. وأكدوا في لقاءات لهم مع التلفزيون المصري أن الوضع بالقرية تغير تماما من حيث البنية التحتية وغيرها من المشروعات الخدمية المتميزة والمتنوعة. إنجازات كثيرة خالص، المستشفى فيها جميع الإمكانيات، فيها استقبال، فيها عمليات، فيها جميع التخصصات. بالنسبة للري بطلوا لنا الترع، وده يعني مشروع يعني ما كناش يعني نتوقعه أو نحلم بصراحة. يعني احنا بنشكر السيد الرئيس وبنشكر الحكومة إن هي بادرت بحياة كريمة، لأن بصراحة مبادرة حياة كريمة ديت يعني احنا من البلد المحظوظة جدا اللي هي الأبعدية، إن احنا ربنا أكرمنا أحلى كرم. فكرت بعدين النهارده فورس لم كن نحلم به في مركز تكنولوجي بوحده صحيه بجميع الخدمات الموجوده على مستوى مصالح الحكوميه موجوده هنا في مجلس قريه نديبه. فنشكر سياده الرئيس على اهتمامه وعلى انظافه الطرق وعلى تطهير الترع. المشروعات اللي تمت في حياه كريمه الوحده الصحيه تم تطويرها على اعلى مستوى بالاجهزه، المركز التكنولوجي بشارع عقاري، مكتب بريد، دار إطفاء، وحدة إسعاف موجودة، دار الإطفاء، وحدة حماية مدنية، تم بناء مدرسة، تم بناء جمعية زراعية، وحدة بطارية، تم تطوير مراكز الشباب على أعلى مستوى، المدارس تم تطويرها، تطوير الطرق. بالنسبة للمشروع المشروعات اللي تم تنفيذها بمبادرة حياة كريمة، كل المبادرة بتخدم المواطن في التجمعات الريفية، والخدمات دي كانت خدمات مركزية كنا بنحصل عليها في المدينة الأول، أصبحت الخدمة متوفرة في القرية النهاردة. مجمع الخدمات للمواطنين أصبح فيه سجل والشهر العقاري والضمان الاجتماعي والوحدة المحلية، وأصبح فيه قسم للتموين، وخدمات المواطن أصبحت موجودة في القرية، ما عادتش بتكبدوا أي نفقات بعد ما كان بيروح للمدينة ذهابا وعودة. ومركز الشباب بعد التطوير حياة مميزة خالص وحياة مية مية، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه لمركز الشباب وتطويره. ومركز الشباب الأول كان فاضي خالص، ما كانش فيه أي حاجة، وكان فيه ما كانش حد بيجي يتواجد فيه دلوقتي، كله موجود. والله الحمد لله ان احنا مبسوطين بالانجاز اللي بيتم في المنطقه الفتره دي، نقلتنا في حته تانية، بتوفر لنا حاجات ياما، التشييد الرئيس، لان احنا الحمد لله الفتره اللي فاتت دي كنا بنعاني من حاجات ياما، لكن الفتره اللي جايه ان شاء الله نتمنى الحاجات دي تستمر. يعني احنا النهارده بنتكلم ان احنا بقى عندنا مركز شباب وعندنا ملاعب رياضيه وعلى اعلى مستوى، حاجات مش موجوده في مدن. احنا دلوقتي بنتكلم في قريه ان احنا اتطورت من جميع الانحاء، فاحنا بنتمنى انها تستمر معانا الفتره اللي جايه، وان شاء الله الفتره اللي جايه دي تكون خير علينا وعلى الجميع باذن الله. حاجه كويسه جدا يعني التطوير دوت، ونهايه حاجه كريمه يعني ساعدت جدا في تطوير القريه عندنا هنا، وبنشيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يعني الزياره لينا ديت كانت حاجه كبيره جدا وبمثابه حلم لينا. وتطوير الملاعب اللي عندنا بقت على مستوى، يعني في ناس بتيجي من بره علشان جوده الملعب اللي عندنا كويسه جدا، فيعني الناس بتشكر الرئيس السيسي على اللي هو التدعيمات اللي عملها لنا ديت، وبنشكر حياه كريمه جدا جدا على التدعيمات اللي عملتها في الملعب.